ليست بالاسماء تحسم البطولات. الاسبوع ده تحديدا في بتاع 2 3 مليار دولار ودعوا بطوله اوروبا. خروج الحقيقه كان غير متوقع على الاطلاق، على الاقل في الدور ده. يعني ممكن كنا نستنى او نستقبل خبر خروج منتخب بحجم فرنسا او المانيا او البرتغال او حتى هولندا في دور نص النهائي، او ان هم يوصلوا للمباراه النهائيه بس يعني يخسروا اللقب فيها، كان ممكن يبقى شيء منطقي. لكن وبالذات كمان يعني لسه كنت بقول لضيفي دكتور وليد الحديدي انه مجموعه الموت، المجموعه الناريه، الثلاثه صيفوا على طول ورا بعض. هولندا خرجت وراها البرتغال وراها فرنسا، وامبارح كمان المانيا ودعت. نتكلم اكتر عن اليورو، هل ننتظر مزيد من المفاجآت ولا خلاص صعب بقى نستقبل مفاجأة تانية من العيار التقيل؟ مساء الخير يا دكتور وليد، منور الدنيا. تسلم، ده نورك يا احمد، ربنا يخليك. شيء او سيناريو غير متوقع على الاطلاق، يعني ذنب المجر على فكره، ذنب المجر صحيح. يعني هي اتظلمت يا عيني فاتحطت في المعمعة. بس حقيقي اللي يقول لك انا عندي في المنتخب بتاعي امبابي ولا كريستيانو ولا ما، يعني قول له ما يفرقش، قول له ما يفرقش. اللي عملته سويسرا في في البطوله دي واللي عملته اوكرانيا في البطوله دي بيقول ان المنتخبات اللي حاضره والروح والانسجام وكره القدم لعبة جماعية لا تعتمد على النجم السوبر ستار وحده، لا يكفي زي ما الكرة بتعلمنا كل يوم. شوف، واحنا اتفقنا من أول لحظة إن بطولة اليورو هي درس كبير ولازم نتعلم من كل تفاصيله، وكل حاجة بتحصل فيه لازم نقعد ونتفرج وندرسها، ده لو احنا عايزين نتقدم على أي مستوى. أيوة. فالأهم درس قدمته لنا يورو 2020 إن اللي بيؤمن بحظوظه واللي بيستعد كويس واللي بيزيح عن عقله فكرة الماضي والتاريخ والنجوم والسوبر ستارز والمعطيات والفلوس والقيمة السوقية وكل الحاجات دي، وبياخد مباراة كرة القدم 11 راجل قدام 11 راجل، مش بس فكرة ان يبقى عندك روح، الروح مش كفاية والروح مش بتكسب بس، لكن الاستعداد الصح بيكسب، دراستك لخصمك بيكسب. مدير فني زي بيتكوفيتش المدير الفني لمنتخب سويسرا ما كانش ابدا هيعمل الاعجاز او المفاجاه الكبيره دي. بس جزء كبير سويسرا تحديدا دكتور وليد، انا بشوف روح انك تبقى خسران قدام بطل العالم 3-1 وانك انت تقرر او تحس او تؤمن بانك انت عندك القدره انك ترجع وتعمل ده، ده بالتاكيد روح. يعني طبعا مهم انك تبقى حاضر بدنيا وفنيا ومعنويا ونفسيا، لكن الروح هنا يعني ما دي الاساس. ما احنا اتفقنا ان الايمان واحد، رقم واحد واثنين لحد تسعه. انك تكون مؤمن بنفسك ومؤمن بقوتك ومؤمن بحظوظك، ده بدايه الطريق، لكن مش ده بس اللي هيوصلك. يعني زي ما قلت لك، مش بس الروح لوحدها هي اللي ممكن تكسبك بطوله او تكسبك مباراه كبيره قدام خصم هو المرشح اكتر منك. لان مثلا احنا شفنا في وقت من الاوقات في مباراه سويسرا ان الروح المعنويه لسويسرا انهارت لما ريكاردو رودريجيز ضيع ضربه الجزاء، وبعدها في الدقيقتين كريم بنزيما عدى وعدوهم بقت 2-1 وبعدين وصلت 3-1. فاحنا شفنا الى حد ما انهيار معنوي، لكن تدخلات مدير فني بتبديلات بمحاوله اعاده الروح واحد، وكمان اللعب على اخطاء منتخب فرنسا وعلى نقاط ضعفهم رقم اثنين، فبالتالي وصلت للانجاز اللي انت تستحقه. فده جزء مهم ككره قدم كفنيات. قبل ما ادخل في التفاصيل خليني اعرف منك مين يستحق الخروج ومين اجبر على الخروج من البطوله. شوف، هو طبعا بكل تأكيد المباراة الفنية، المبارزة الفنية بين ديدي ديشا وبيتكوفيتش كانت لصالح ديشا من أول لحظة في المباراة، باستثناء الوقت زي ما قلت لك اللي كان حصل فيه يعني المنتخب الفرنسي ليد في الخمس ست دقايق دول وخلاص، وبعد طبعا ما سويسرا ضيعت. لكن كمجمل لا، اللي استحق التأهل هو بيتكوفيتش وفريقه، فسويسرا استحقت. يعني منتخب ألمانيا استحقت الخروج طبعا. في هذه المباراة استحقت الخروج. حتى في الدور الأول ما أقنعتش يا أحمد. يعني احنا في الدور الأول احنا شفنا مثلا منتخب فرنسا قدام المانيا كسبت، وانا وانت اتكلمنا بعد المباراه دي وقلنا ان المانيا ما كانتش بهذا السوء وفرنسا ما كانتش بهذه الروعه، لكن في تفاصيل صغيره حسمت الموضوع، جابوا جون وناموا عليه، حتى كان هدف عكسي. قدام البرتغال ما اثبتتش فرنسا ان هي الفريق اللي جاي يكسب اليورو، ما قدرتش تفوز مثلا فوز مستريح. وقدم تعادلت مع المجر مثلا. فمعطيات الدور الاول ما تقولكش ان فرنسا جايه عشان ترعب الكل وتاخد البطوله، ما ده ما حصلش. منتخب زي منتخب المانيا مثلا اكيد استحق الخروج، لانه برضه عشان عايز اتكلم كمان على المانيا، انه افهم انه المانيا ممكن تخرج قدام انجلترا، وبرضه ممكن افهم ان البرتغال تخرج قدام بلجيكا، لانه اثنين فرقتين برضه من العيار الثقيل. بس خليني قبل ما اخش في تفاصيل الماتشين دول تحديدا هروح لفاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا. طيب، اربع ايام كوره
للمتعه، يعني ان شاء الله بكره الاهلي وبيراميدز الساعه 9 بالليل، ويوم الاحد الاهلي وسموحه الساعه 9 بالليل. عندكم بقى كوارتر فاينل يورو جمعه وسبت. يوم الجمعه هيكون طبعا اسبانيا اللي حظها كويس جدا انه جت في طريقها سويسرا، وتعتبر واحده من المنتخبات السهله نسبيا، وان كانت الكوره طبعا علمتنا انه سويسرا في مواجهه فرنسا قدرت تتاهل. ده هيكون الساعه 6 بالليل، ماتش نهائي مبكر برضو، بشوف واحد من اهم الماتشات ده، مواجهه بيني وبين دكتور وليد، مواجهه بين بلجيكا وبين ايطاليا. الحقيقه دكتور وليد متعاطف جدا مع ايطاليا في النسخه دي، والحقيقه بتقدم مستوى اكتر من رائع مع مانشيني في مواجهه بلجيكا، واحد من اكتر المنتخبات اللي يعني صاحبه الحظ الوافر في التتويج. يوم السبت هيكون التشيك في مواجهه الدنمارك الساعه 6، وانجلترا في مهمه سهله نسبيا قدام اوكرانيا الساعه 9. احنا ما اتعلمناش على فكره، بقينا بنقول مهمه سهله، وبص ما بتطلعش سهله في الاخر. مش سهله ولا مضمونه. لا ما عادش في مضمون. قول لي كده، خليني اخد بس رايك في المواجهات دي. اسبانيا سويسرا، منطقيا اسبانيا. اسبانيا بلجيكا ايطاليا، ايطاليا ان شاء الله. بلجيكا ان شاء الله. طيب مش قادر ما تعاطفش مع ايطاليا، انا بحبهم بصراحه، بس طبعا. بلجيكا بصراحه بالنسبه لي يعني طبعا هو بص، بلجيكا اكمل منتخب في البطوله، هو بغض النظر بقى كيفن دي بروين هيلحق، ايدن هازارد غالبا مش هيلحق المباراه دي. طبعا الاثنين قوه كبيره طبعا. جدا وبيأثروا بشكل كبير في الشكل الهجومي البلجيكا، سواء لحقوا او ما لحقوش. لا منتخب بلجيكا عنده عمق وافراد ومنتخب متكامل وخبراته، وعارفين بعض، فاهمين بعض، بقى لهم سنين بيلعبوا سوا، فهو اكتر منتخب متكامل في البطوله مفيش خلاف. التشيك في مواجهه الدنمارك، طبعا هي هتبقى مواجهه صعبه جدا، بس انا حاسس ان الدنمارك هتكمل، تقدر تعملها على حساب التشيك. الاثنين اصل الاثنين قريبين قوي من بعض. انت عارف المباراه دي هتكون اشبه بمباراه اوكرانيا والسويد اللي هم الفرقتين متشابهين في كل حاجه. تمام. فهيكون صعب جدا على فريق انه يكون ليد قوي على الفريق الثاني، بس انا حاسس ان هي ماشيه مع الدنمارك. انجلترا اوكرانيا اقرب طبعا انجلترا، مفيش خلاف. مين في الثمان فرق دول كان مفاجاه بالنسبه لك انه يصل لدور الكوارتر فاينل؟ هو اولا الغريب بالنسبه لي ان في ثلاث توالت صعدوا على حساب ثلاث اوائل في الثمان فرق، ودي ظاهره غريبه جدا، يعني ما اعتقدش ان اي بطوله فيها صعود توالت ممكن يكون ثلاث، احنا صعد اربع توالت. 75% منهم نجحوا ان هم يعبروا على حساب الاوائل. سويسرا كان صعد الثالث، صعدت على حساب فرنسا. اوكرانيا كانت الثالث، صعدت على حساب السويد. التشيك كانت الثالث وصعدت على حساب هولندا. فانت بتتكلم عن مفاجات فعلا بالجمله. فانا بالنسبه لي مثلا صعود مؤكد، احنا اتكلمنا عن صعود سويسرا، يعني دي هي المفاجاه الاكبر طبعا. والاعظم منتخب اوكرانيا منتخب قليل الخبرات ومنتخب شاب، انه يصعد طبعا يمكن الحظ ساعده ان السويد سبحان الله هي اللي خدت صداره المجموعه، فقابل السويد بدل ما يقابل اسبانيا، فقدر يتعامل معها ويمر من خلالها. وطبعا اكيد كانت مفاجاه التشيك قدام هولندا، وان كان المنتخب الهولندي مش مقنع قوي حتى في دول مع الثلاث انتصارات وكل حاجه، فرانك ديبور، واحنا برضو اتكلمنا واتناقشنا في الموضوع ده انه مش هو المدرب المناسب لمنتخب هولندا، وكان بيلاقى انتقادات يعني شديده قبل البطوله ويستحقها هذه الانتقادات. وكمان المفاجاه مش عظيمه بالنسبه لي، لان كمان منتخب التشيك ليه تاريخ من ايام ما كان تشيكوسلوفاكيا لحد ما كان في نهائي 96 مثلا وقدر يصعد، وزائد ان عنده مش اسماء سوبر ستارز، بس هو انت عارف المنتخبات اللي ليها تقاليد، يعني اللي عندها تاريخ يخليها تدخل اي مواجهه وهي لا انا اقدر اكسب، لان انا زمان كسبت، زمان انا كنت منتخب بطولات. فبالنسبه لي ما كانتش مفاجاه صارخه قوي، فممكن نحصر المفاجاه في صعود سويسرا رقم واحد ثم اوكرانيا رقم اثنين. صحيح. انجلترا نسخه ساوث جيت عندها القدره في التتويج، خصوصا انه احنا قلنا في دور المجموعات ما كانش فيه التست اللي تقول عليه انه منتخب جاي يحقق بطوله، لكن اقدر اقول بعد مواجهته لالمانيا لا، منتخب او نسخه ساوث جيت جاهزه انها تكون بطل يورو 2020. ساوث جيت عمل مباراه تكتيكيه قدام المانيا تدرس، علشان برضو ندي للراجل ده حقه، والراجل ده يعني يستحق ان احنا نتكلم عنه. هو مش مجرد مدرب عادي عنده جيل فيه، هم اولا ما عندوش سوبر ستارز هو، لكن عنده منتخب متكامل، يعني يعني منتخب في كل مركز فيه لعيبه كويسه، في لعيبه جيده وعنده بدلاء، لكن انه عنده سوبر ستارز باستثناء هاري كين، وبرضه ما تقدرش تحط هاري كين مثلا في احسن خمس لعيبه في العالم، بس عنده يعني لعيبه ممكن انا بشوف انجلترا اكثر المنتخبات اللي فيها لعيبه كره حلوه قوي، يعني جاك جريليتش ده انا بشوفه كده لعيب كره، يعني ونزوله غير كل حاجه، لعيب كره جامد جدا يا جماعه. رحيم ستيرلينج بشوف واحد من افضل الاجنحه على مستوى العالم.
هاري كين طبعا واحد من افضل رؤوس الحربه، ماجواير مدافع من المدافعين الكويسين، يعني فيه عندهم لعيبه من طراز رفيع زي ما بنقول. بس ولا واحد من الاسماء اللي انت قلتها، ولا واحد في تشكيله انجلترا باستثناء هاري كين اللي هيكون عليه اختلاف. تمام. ممكن تحطه مثلا في احسن 5 لعيبه في العالم في مركزه، او احسن 8 لعيبه في مركزه. أيوة. هتلاقي فيه كتير في كل المنتخبات سابقينه، بس هي التوليفه حلوه، والتوليفة شابة، والشجاعة انه يكون عامل منتخب شاب في انجلترا. اصلا متعودين دايما ان منتخب انجلترا فيه دايما بيكون خبرات وعمار كبيرة، هم بيحبوا ليهم كده شكل كلاسيكي معين. أيوة. هم دايما بيعتمدوا، لا جاري ساوث جيت جاء عمل قلب، رغم انه على فكرة يعني هو مش من المدربين اللي خلينا نقول عنده أرضية كويسة، أو يعني أنه الجماهير بتسنده وبتدعمه. يعني مثلا أنت عارف الفرق بين لما يجي عندك مدير فني زي الجوهري الله يرحمه، أو كابتن حسن شحاتة، مدير فني ليه ظهير جماهيري كبير جدا والجماهير بتسنده. في مدير فني أنت ممكن تبقى دايما بيواجه انجلترا جابت كابيلو وما نجحش، وكان جابت سيفن جوران إريكسون في عزه لما كان أحسن مدرب طبعًا. أو من أحسن مدربي العالم، وبرضه ما حققش النجاح. صحيح. أنا بس في حاجة يعني نقطة برضو صغيرة كده حابب أتكلم عن اللي عمله على ساوث جيت امبارح. أيوة. لما يحط تيربيه، طب ما تخلي النقطة دي بعد ما نشوف هو قال إيه في المؤتمر الصحفي. طبعًا. نشوف المؤتمر الصحفي. أوكي. ونرجع نشوف تعليق دكتور وليد الحديدي على اللي عمله ساوث جيت في ماتش امبارح. So what pleased me the most was that we'll always have passion and we'll always have. اكثر ما اسعدني هو اننا لعبنا دائما بحماسه وبشجاعه وذكاء، فقد ضغطنا في الوقت المناسب وضغطنا بقوه بمواجهات وجها لوجه، وساهم ظهيران في بدء الهجمات، استغل المهاجمون اللحظه المناسبه للانطلاق او البقاء، وعثروا على توازن باللعب بشجاعه عند حيازه الكره للمحافظه عليها في منطقتنا طيلة الأوقات. قدم مدافعون أداء استثنائية، لكنهم استغلوا أيضا اللحظة المناسبة لشن هجمة مرتدة، وهذه خطوة للأمام بالنسبة لنا. وأنا طبعا في منتهى السعادة وفي منتهى الثقة، وأعتقد إنجلترا عندها القدرة أنها تروح لبيت. كنت بتكلم على اللي عمله ساوث جيت في مواجهة ألمانيا. هاخد بس يعني لقطة تكتيكية صغيرة. في صورتين معنا لو يجهزوا عشان دكتور ليد عايز يتكلم عليهم. مين كان السوبر ستار بتاع ألمانيا، أو أهم لاعب في ألمانيا اللي كان سبب في صعودهم وسبب في فوزهم على البرتغال، الفوز الكبير اللي كان أهم سبب في صعودهم عن المجموعة؟ جوسنس الظهير الأيسر الطائر اللي هو بيعمل كل حاجة، بيصنع وبيهدف وبيرقص وبيعدي وبيعمل أسيست وبيعمل كل حاجة. أيوه. ممكنة. جوسنز لو شفنا الخريطة الحرارية أو أماكن تحركاته مثلا في مباراة ألمانيا والبرتغال. طبعا احنا شايفين الجنب الشمال اللي فوق ده، السادة المشاهدين شايفين معانا دي المنطقة اللي جوسنز بيتحرك فيها. تمام. لو شفنا المربع الأحمر ده اللي هو الأحمر الزاهي في المنطقة اللي هي المنطقة الخطر اللي عند منطقة جزاء البرتغال، دي أكتر منطقة جوسنز تمركز فيها ولعب فيها وشكل منها الخطورة. ده الماتش في الماتش اللي ألمانيا عوضت خسارتها فيه وكسبت البرتغال 4-2. كسبت البرتغال بقى بأداء مميز واستحقاق. طبعا. جوسنز كان هو مفتاح الانتصار، مفيش خلاف على كده. الراجل ساوث جيت قاعد يدرس، هو انا ممكن اكسب المانيا ازاي؟ ما هي مش فكره ان يلا يا جماعه تعالوا نكسب المانيا. ما انا لازم اقعد اذاكر. فلما لقى جوسنز هو محور الاداء، فراح منزل له تريبييه. يعني قال له انت كل مهمتك ان جوسنز ما يوصلش للمكان ده. يعني انت لو انت تخرج من المباراه دي وجوسنز ما هوبش ناحيه منطقه جزائنا. أيوة. فلو شفنا الصوره الثانيه بقى عشان الناس زي بقارن. زي كده فكرتني بمحمد هاني مع الفونسو ديفيز وكومان في اهلي بايرن ميونخ في كاس العالم. يعني زي مثلا عملها مع حمدو الهوني في ماتش الترجي، اللي هو ده اكتر لاعب، فما ينفعش يوصل هنا. دي الصوره الثانيه في المباراه اللي خسرت فيها المانيا من انجلترا. شوفوا الفرق. اللون الاحمر ازاي ده اكتر مكان تمركز فيه جوسنز اللي هو عند منطقه جزائه. لانه كل محاولاته للوصول لمنطقه جزاء انجلترا وتشكيل خطوره باءت بالفشل. ليه؟ لان تريبييه ما كانش عنده اي دور في المباراه غير انه يوقف جوسنز. فانت كده وقفت 50% من قوه المنتخب الالماني. ال 50% الثانيه او 30% الثانيه كانت فين؟ كانت عند كيميتش. نزل له لوك شو، وكان دور لوك شو الوحيد انه ما يخليش كيميتش يدخل جوه الملعب، لان خطوره هو كيميتش كان بيلعب جناح، جوشوا كيميتش كان بيلعب ظهير جناح يعني. أيوه. لكن
هو خطورته الاكبر هو بيحب يلعب في وسط الملعب وبيحب يلعب في قلب الملعب. فمش هو مش من نوع الاجنحه اللي بيحب يمشي على الخط ويعمل الاوفر والكلام ده. هو بيحب ياخد الكوره ويخترق ويشوت او يعمل الاسيست او يعمل الوان تو. فلوك شو كان عظيم. كل دوره انه واقف كده بالجنب ومخلي كيميتش ياخد الخط رايح جاي، عشان كده مفيش خطوره ظهرت لمنتخب المانيا خلال المباراه. ودي تديك انطباع ان ساوثجيت ده مدرب بيشتغل ومدرب فاهم ومدرب بيعمل فارق، في مدرب بيعمل فارق لصالح فارق. مدرب كويس دي قصة. وأفضل مدرب من وجهة نظر دكتور وليد الحديدي في البطولة لغاية دلوقتي مين؟ هي الاختيار دلوقتي صعب، لكن صعب. خلينا نقيس على لحد دلوقتي أكتر مدرب عمل شغل بكل تأكيد وبدون انحياز هو روبرتو مانشيني. أوكي. لأن هو أكتر مدرب عمل ثورة تكتيكية في الفريق وثورة في تغيير شكل الفريق وتغيير كل تفاصيل الفريق، واللعب بمنتخب برضه خالي من النجوم والوصول لهذا الدور بأداء قوي. بأداء قوي. لوف مرحلة وانتهت خلاص، منتهية من 2018. والحقيقة أنا كنت مستغرب ليه لوف مكمل مع منتخب ألمانيا لحد اليورو، وكان غريب جدا. أنت كان لازم برضو مش كل حاجة الألمان بيعملوها صح، ما خلينا برضو نتكلم الحاجة اللي تستحق نشيد نشيد والحاجة اللي تستحق ننتقد ننتقد. أنت كان عندك أربع سنين من 18 ل 2022، لازم كان يبقى عندك مدرب جديد يجهز فريقك للبطولة الأهم اللي هي طبعا كأس العالم اللي هتبقى 2022. بس خليني أقول لحضرتك حاجة، ودي برضو أمور نسبية في التقييم. أنا أحلى كورة قدمتها ألمانيا على مدار تاريخها كلها كانت فترة يواكيم لوف. طبعا أنا مش معترض، وراجل مدرب أسطوري. صعب برضو أنك تاخد قرار تقول له شكرا يعني. في وقت هو يعني في 2018 كان خلاص بقاله مثلا حوالي 13 سنة مع المنتخب. فهي هو خاض الفترة، لعب في اليورو ووصل سيمي فاينال. وصل لكاس العالم وعمل عمل احسن اداء قدمته المانيا من سنين طبعا. وفوز سبعه على البرازيل واكتساع وكل لا حاجه. لا وكره ايه، وعمل جيل محترم يعني. كره ما قدمتهاش المانيا في احسن لحظات مجدها يعني. دايما المانيا معروفه بالقوه واللياقه لكن المتعه ما تلاقيهاش، تلاقيها عند البرازيل، تلاقيها عند ارجنتين، تلاقيها حتى عند بعض المنتخبات الاوروبيه زي ايطاليا وفرنسا واسبانيا، لكن ما بتشوفش حاجه ممتعه. لكن مع بالذات نسخه السبعه بتاعت البرازيل دي، نسخه 2014 كامله. بس خلي بالك برضو في ألر يعني، في كده مؤشرات بتقول لك ان خلاص ما هو ما فيش حد بيفضل طول الوقت في التوب. هو في حصلت حاله تشبع من تكتيك لوف واتحفظ وكل شيء. طيب. يعني كاس العالم، دوري الامم الاوروبيه اللي المانيا خدت فيه المركز الاخير في مجموعتها مثلا النسخه اللي فاتت، وبرضه حتى النسخه دي كانت قدمت اداء سيء جدا. المانيا ما كسبتش مباراه، كانت على وشك انها تخرج من دور المجموعات يعني. لو المجر كان ممكن بس داست شويتين طبعا. ما كسبوش فرقه كبيره من ثلاث سنين تقريبا. يمكن اخر ماتش كان هولندا، كانت اعتقد مباراه وديه، وحد مباراه البرتغال اللي تحب تسمع وتشوف اخر مؤتمر صحفي لوكيم مؤتمر الوداع مؤتمر الوداع كمدير فني طبعا المنتخب الالماني. تعالوا نشوفه ونرجع تاني مره تانية مع حضراتكم. Es war klar im Laufe des Spiels, also schon in der ersten Halbzeit, es wird sehr wahrscheinlich ein Geduldsspiel, es gibt einen Abnutzungskampf. توقعت أن نجد صعوبات في تهيئة عدد كبير من الفرص، لكنك إذا أردت النجاح فعليك استثمار الفرص التي تهيئها وأن تلعب بفعالية. سجلت إنجلترا هدفا في فرصتها الأولى ولم نفعل ذلك، ولذلك كان الوضع صعبا ولم يدخر المنتخب جهدا، لكننا لم نلعب بالفعالية الكافية. يحتاج الأداء الجماعي للمنتخب أن يكون أكثر نضجا حتى يفلح في تحقيق نجاحات. بذل منتخب أقصى جهد لأجل بلوغ أقصى مدى ممكن في البطولة، لكن كانت هناك فترات في كل مبارياتنا لم نلعب فيها بفعالية كافية ولم نفرض فيها سيطرتنا على المباراة، ونتيجة لذلك قد يحدث ما حدث إذ تعاقب ويتم إقصاؤك. سنقفل صفحة ألمانيا. هانس فليك لما يبتدي المشوار يعني بنتكلم عن نسخة مختلفة، نسخة جديدة، جيل جديد من اللاعبين الألمان، ولا يعتمد على جزء من اللي سابه يواكيم لوف؟ أعتقد في خلاص أسماء بدأت يعني تنهي مسيرتها. مولر مثلا خلاص أعتقد الموضوع هيكون صعب. مات هوملز الموضوع هيكون صعب إنه يكمل، لكن في لعيبة أعمارهم أعتقد نوير هيكمل. توني كروس قال خلاص أنا مش هلعب. توني كروس خلاص برضو لكن في لعيبة لسه كيميتش وجوريتسكا مثلا، وفي أكتر من لاعب، روديجر مكمل يعني. في جيل، وفي جيل شباب على فكرة طالع كمان. طيب. لمنتخب ألمانيا. عايز أروح معاك لأهم عناوين الصحف الأوروبية بقى اللي كلمت على البطولة. خلينا نروح كده نتابع مع دكتور وليد الصحف قالت ايه واتكلمت ايه، خصوصا بعد المفاجآت اللي من عيار التقيل اللي تابعناها. طيب نبتدي بلاجازيتا ولا نبتدي بالديلي اكسبرس؟
طيب نبتدي بديلي اكسبريس. اوكي ديلي اكسبريس البريطانيه حطت طبعا صوره للاعبي منتخب انجلترا وقت الفرحه بالهدف الثاني طبعا اللي سجله هاري كين في الوقت القاتل. طبعا طردوا الاسباح. لا بص المباراه كانت ساخنه وكانت ليها ابعاد كتير جدا ويعني اعتقد دي اسعد ليله في تاريخ المشجعين الانجليز في اخر مثلا 20 سنه. صحيح. طبعا كتبت مطاردوا الاشباح فرح وسعاده بعد انهاء الاسود لعقده الالمان وده استمرت سنين الحقيقه 55 سنه كاتبينه اهو. 55 فعلاً. سنه ايه ده عايز اقول لك تاريخ طويل قوي. طبعا ليه اخر نسخه 96 اللي كانت برضو على ملعب ويمبلي المباراه اللي جمعت بين المانيا وانجلترا. انجلترا خسرت بضربات الجزاء وساوث جيت نفسه ضيع ضربه جزاء. طب ما هو اللي شايل بيدفع ثمنها لغايه النهارده. صحيح يا اخي ده هو اكيد طبعا يعني, طبعًا. يعني مش عايز حاجه ثانيه. طيب نروح اللي بعد كده للجارديان. نروح للجارديان. الجارديان طبعا كملت بقى الحاله الاحتفاليه وقالت كره القدم عائده لمنزلها سكامينج هوم وده الشعار يعني اللي بترفعه انجلترا من 66 ولحد دلوقتي ما رجعتش الهوم. صحيح. من 66 وجايز ترجع الهوم السنه يعني ممكن. الفاينل في الهوم عندهم. ايوه الله طبعا ويمبلي لعب على ويمبلي اعتقد برضو فارق كتير مع منتخب انجلترا. الماتش الجاي على فكره هيبقى في روما. الماتش الجاي في روما اول مباراه لانجلترا خارج ملعبها وده تحدي مهم جدا طبعا. ده بقى هيورينا بس سهل نسبيا قدام اوكرانيا. بس هيرجعوا مره ثانيه ويمبلي لو وصلوا سيمي فاينل. سيمي فاينل طبعا. الديلي ميرور قالت ساوث جيت يصنع التاريخ امام المانيا ولكنه يحذر من خطر ربع النهائي وده طبعا تصريح معتاد ان ما فيش ثقه ابدا في اي فريق ممكن تواجهه. اوكرانيا تبقى منتخب صغير لكنه قد يهدد الكبار يعني لا تامن ابدا غدر الفرق الصغيره. هو اوكرانيا اندري تشيفتشينكو. طبعا انا تشيفتشينكو ده لما كان في الميلان هو يعني الاساس الميلان وبعد كده راح في الاخر شويه ما نجحش قوي مع تشيلسي. بس مع الميلان كان نسخه ولا اروع. اسطوره ويمكن كمان اتظلم انه اوكرانيا يعني ما خدش بطولات دوليه. طيب نروح لجازيتا ديلو سبورت الايطاليه. طبعا بتتكلم عن الاداء بتاع منتخب ايطاليا سهام ثلاثيه الالوان بتتكلم ان مانشيني يذهب الى الهجوم باقصى سرعه هم مش متعودين على كده. انت طبعا طبعا ايطاليا السريعه لان هم كمان ده بيتكلموا على عهد فينتورا اللي كان ايطاليا فعلا بطيئه وممله وكانت بتعمل كل سلبيات الكره اللي ممكن تتخيلها. من موبيلي لكيزا وسبينازولا طبعا لا احد لديه لاعبين بنفس سرعه منتخبنا وبلجيكا لديها دفاع متمرس وعلى فكره حته السرعه دي فعلا قد تكون نقطه قوه لايطاليا على حساب بلجيكا. بلجيكا دفاعها ذكي وبيتمركز كويس لكن في السرعات هم سرعاتهم قليله لان اعمارهم كبيره. طيب بص انا هتفق معاك اتفاق لو ايطاليا طلعت بلجيكا انا هشجع ايطاليا معاك لاخر البطوله. طب كويس تمام اتفق. طيب كسبنا مشجع جديد ان شاء الله. نختم بالماركه الماركه الاسبانيه طبعا بتتكلم عن موضوع ثاني بقى لكنه مهم بنفس اهميه اليورو طبعًا. ان النهارده وانا وانت الساعه 12 بالليل ان شاء الله هيكون اخر دقيقه في عقد ميسي مع برشلونه ومن بعد 12 انا وانت ممكن نفاوض ميسي نجيبه النادي الاهلي لانه هيبقى فري. ايه الاخبار خلي بالك. ايه الاقرب بالنسبه الاقرب انه مكمل لان كل فايل التفاوضات مع سواء باريس سان جيرمان او السيتي او كده الاخبار بتاعتها بقى لنا مثلا حوالي اسبوعين ثلاثه واقفه الله اعلم بقى ده بسبب اليورو وانشغال لكن اخبار ميسي كانت بتطغى فواضح كده ان فيه وجابوا له اجويرو بقى ولابورتا حبيبه والدنيا ماشيه في سكه انه مكمل بس لسه لم يعلن وده طبعا في لانه خلاص بقول لك فري النهارده 12 بالليل خلاص. هو تدعيمات بارسا السنه دي تقول انه بارسا الموسم اللي جاي هيكون الى حد ما برضه لسه ما تقلو يعني مثلا لسه الدفاع ما فيهوش الاسماء اللي المفترض ما فيهوش بيول مثلا لسه ما فيش بيكي خلاص كان في عزه مع بيول كانوا عاملين ثنائي محترم. دفاع برشلونه محتاج تدعيم لكن الى حد ما الوسط والدفاع الدنيا ماشيه سوري الوسط والهجوم الدنيا ماشيه يعني في اسماء ممفيس ديباي مع اجويرو مع ميسي وجريزمان لو كمل. خليني اسالك بما ان احنا اتكلمنا عن انتقال ميسي او بقائه في البارسا يعني على وجه التحديد فكره انه اللقطه اللي خرجت فيها فرنسا بسبب ركله ترجيح كان بيسددها امبابي وفكره خروج البرتغال وهي بتضم كريستيانو رونالدو ياثر على سوق الانتقالات ياثر على وجهه الاثنين دول على وجه التحديد او بقائهم مع فرقهم وياثر كمان على قيمتهم الماليه؟ مؤكد لا لان هو كريستيانو رونالدو وامبابي تخطوا المرحله دي يعني ما تخطوا فكره السكاوتنج ان انت تكون انت هل انت مؤثر ولا لا مش مؤثر. لا لا هم عدوا المرحله دي طبعا امبابي يعني بيريز بيحلم بامبابي هي بس المشكله ماليه هيقدر يوفر قيمه العقد الراتب بتاعه السنوي ولا كان قصد يضيع ضربه الجزاء هو
هو مبابي على فكره عمل حوار مع فرانس فوتبول. هو في لعيب ممكن يبقى قصد ده ضربه جزاء يا دكتور وليد؟ مستحيل. لا 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 هو بيبحث عن مجد مبابي لو كان خد اليورو مع فرنسا. لا مش بتكلم على مبابي يعني دور. اكيد مبابي اكيد طبعا كان عايز طبعًا. لكن بسال في العموم يعني. لا لا ما اعتقدش صعب الا لو في رشوه بقى ده موضوع. طيب انا بس في نقطه مهمه عن مبابي. اوكي. بما اننا ذكرنا سريعا لانه هو بادئ على سكه كريستيانو رونالدو بس مش اي حد هيبقى بمنتاليتي رونالدو بمعنى طبعًا. رونالدو وزلاتان عندهم حته عارف انت الايجو عاليه شويه وبيتكلموا دايما بس هم في مقابل ده بيشتغلوا وبيأدوا فانت بتبقى متقبل منهم ان هم يتكلموا عن نفسهم لكن مبابي لسه صغير مش صغير قوي لكن 22 مثلا لسه في بدايه برضه طريقه لسه ما عملش الانجاز الواو يعني وبدا يتكلم مثلا في حواره مع فرانس فوتبول قبل البطوله قال لك انا بحب بيتكلموا بقى عن عقده مع باريس سان جيرمان وانت مكمل ولا مش مكمل وليه ما بتقولش قال لهم عشان انا بحب دايما افضل تحت الاضواء وكل الناس تتكلم عني كل الناس تبقى مشغوله انا مصيري رايح فين وانا بقى في الاخر اللي اجي لكم وانا مستمتع وفي الاخر بقى انا ادي لكم القنبله بس خد بالك برضو العقليه دي ما بتجيش من البدايات يعني بتحتاج مراحل عشان تتكون وعشان يبقى في نضج معين يعني عقليه كريستيانو رونالدو النهارده مش هي نفس العقليه اللي بدا بيها مع مانشستر يونايتد كان لعيب موهوب وكان موهبه مبشره جدا وبتقول انه واحد من افضل لعيبه العالم لكن النهارده رونالدو في حاله نضج وحاله خبره تسمح له بانه يبقى عنده يخلق لنفسه الدوافع ويطور من نفسه يوم بعد يوم كويس انك قلت ده علشان من هنا برضو اوجه التحيه للسير اليكس فيرجسون لان رونالدو نفسه في اي مناسبه وفي اي حوار وفي اي لازم بيقدم شكره لاليكس فيرجسون لان هو اللي عمل ده هو اللي غير منتاليتي وعقليه كريستيانو رونالدو حوله من لاعب مهمل او لاعب يعني لا يعتني بنفسه صحيح. بالشكل الكامل صحيح. لهذه العقليه اللي في كره القدم الموهبه وحدها لا تكفي وعندنا امثله كثيره ممكن نتكلم فيها لكن العقليه في منتهى الاهميه ونبص لعقليه لاعب زي محمد صلاح وديته لغايه فين خليني سريعا جدا جدا, جداً جدا تقول لي اهم الصفقات اللي على هامش اليورو 2020 هو طبعا الصفقات اللي خلصت بشكل نهائي واللي كان فيها يعني موضوع خاصه ممفيس ديباي طبعا لبرشلونه دي كانت اهم صفقه اللي عليه شغل حاليا كيليان امبابي وكريستيانو رونالدو الاثنين في كلام ده رونالدو لباريس وامبابي لريال مدريد والاثنين منتظرين يعني ان يتم الاعلان الرسمي هاري كين يقال ان مانشستر سيتي طبعا هو كان عايزه بفظاعه يعني وقال انه رجع خطوه للخلف مستني يعني ما عادش بنفس حميه المفاوضات وجريليش كمان مانشستر سيتي بيحاول بشكل كبير انه يضمه وجادون سانشو مانشستر يونايتد بات قريبا بقاله سنتين بات قريبا وانتظر مش عارف المان سيتي سابه ازاي بصراحه يعني مش قادر افهم بس يعني واحد برضو من المواهب المبشره ما بشبعش وما بلحقش دايما اخلص كلام معاك عن اليورو لكن اكيد هيكون لينا لقاء بعد مواجهات الكوارتر فاينل نتكلم ونتمنى انها تكون بدون مفاجآت عايزين لقاءات دايما سخنه ولقاءات قويه بشكرك شكرا جزيلا شرفت ونورت كالعاده دكتور وليد الحديدي طبعا ناخد الاهرام الرياضي كان ضيفنا النهارده في السادسه بفكر حضراتكم سؤالنا موجود لغايه حلقه بكره ومن بكره تبتدوا تصوتوا ان شاء الله بعد ما تنتهي المباراه بفوز النادي الاهلي زي ما بنتمنى تختاروا افضل ثلاث لاعبين على صفحات السوشيال ميديا الخاصه بقناه النادي الاهلي افضل ثلاث لاعبين في مباراه الاهلي وبيراميدز بعد انتهاء المباراه مباشره بشكر حضراتكم على المتابعه اتمنى تستمتعوا بويك اند كروي يكون فيه كره حلوه وممتعه واشوف حضراتكم ان شاء الله مع بدايه الاسبوع اللي جاي احنا ملوك اللعبة احنا بنعليها احنا بدعنا الصنعة انتم جايين بعدينا احنا نهد جبال اسأل يا ابني علينا الاهلي سيد القارة واتقال واحد فيها بطولة يمين بطولة شمال كله عالسكة وشغال الضربة القاضية هتتشال الاهلي معلم اجال مفيش تعب بيأثر فينا احنا تاريخنا بيحكي علينا الجماهير ملايين حوالينا